بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. كما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون من الساعه 8 ل 9 ونص مع بعض عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه في الالعاب الاخرى داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. حضراتكم عارفين بيبقى النص الاول من حلقتنا مجموعه من الاخبار وتعليقنا عليها، وبنستعرض معاكم طبعا نقاط مهمه جدا بتهم طبعا جمهور النادي الاهلي وجمهور الرياضه بشكل عام. في النص الثاني بيبقى معانا فقره حواريه، فقرتنا النهارده الحقيقه عن جوهره من جواهر النادي الاهلي. النادي الاهلي مدرسه او مصنع تفريغ للابطال والبطلات على كل الالعاب. النهارده عندنا جوهره في كره السله عمرها لم يتجاوز 16 عام بعد. ما شاء الله ماشيه بخطى ثابته جدا، كانت موجوده من حوالي اسابيع قريبه في كامب او معسكر للام بي اي، الام بي اي او دوري المحترفين الامريكي، عامل حاجه او سن سنه جديده بقالها يمكن 5 6 7 سنين، انه بدا يروح للعيبه افريقيا واللعيبه اللي في كل حته سواء صغيرين او كبار. كان زمان نسمع ان لعيب بيروح للجامعات ومن الجامعات يروح للام بي اي، ولسه الطريق ده موجود عادي، ولكن الام بي اي بدا يعمل حاجه جديده، وده الفكر وده الابتكار اللي بيحصل في الـ في الـ في, الـ في المنظمه الكبيره دي. بقى يروح يعمل معسكرات وكامبات واكاديميات للعيبه الصغيرين ويفضل متابعهم وهم عندهم 15 سنه و16 سنه لغايه ما ياخد منهم الصفوه يخشوا على الجامعات وبعد كده منه للام بي اي. بقى مصنع الام بي اي الامريكي او الدوري المحترفين الامريكي، بقى مصنع، بقت منظومه كامله. جوهرتنا النهارده نجحت ان هي من اللعيبه المصريين اللي هم تمسكوا، او اللاعبات المصريات بقى تمسكوا بيها وطلبوها وراحت كامب في السنغال وبعد كده كامب في امريكا، نجحت انها بشكل او باخر تستحوذ على اعجاب القائمين على هذا المشروع. النهارده معانا جوهره او لاعبتنا جنى الالفي. جنى الالفي بالمناسبه هي بنت نجم مصر ايهاب الالفي اللي هو كان مدير فني او ما زال مدير فني السيدات الفريق الاول للسيدات، وايضا نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر كره السله، واحد من احسن لاعبين جيله الحقيقه. فطبعا الجينات موجوده والطول موجود، ولكن عايزين ندرس تجربه هذه اللاعبه ونعرض لكم قد ايه هي تجربه ناجحه وقد ايه في مصر كوادر. احنا 110 مليون، مصر دوله عظيمه تقدر تطلع كوادر وكوادر في كل المجالات. ده هيكون فقرتنا الثانيه، نتمنى تتابعونا فيها ان شاء الله. الحقيقه هبتدي الانترو بتاعي في بعض الامور الحقيقه كنت حابب اشارك فيها جمهور النادي الاهلي معانا وجمهور الرياضه بشكل عام. كيف يتصرف النادي الاهلي بعد كل مكسب بطوله، وكيف يتصرف النادي الاهلي في لا قدر الله عندما يخسر بطوله؟ عايزين نشوف النادي الاهلي فكره، وعلى فكره هتلاقوا ده او الـ 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 الدستور ده او القانون ده او اللائحه دي موجوده في النادي الاهلي من قديم الازل، وهنقولها معاكم ازاي. النادي الاهلي بعد ما بيكسب بطوله بيتصرف ازاي؟ كسبنا بطوله وشفناها كتير الحمد لله الفتره اللي فاتت، بطولاتنا كانت كتيره جدا. النادي الاهلي بعد البطوله ما تلاقيش فوضى في الاحتفال. ما تلاقيش فوضى في الاحتفال داخل النادي الاهلي باي بطوله. في اسس وفي نظم وفي كابتن فرقه بيستلم وفي 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 الدنيا مترتبه بدون ما حد يرتب لنا اي شيء. هو بقى فيه زي دستور او لائحه كده كيف يحتفل اللاعبين باي بطوله بيحصلوا عليها، سواء اقليميه، قاريه، ثالث عالم، افريقيا، دوري، كاس، في ما تلاقيش فوضى في الاحتفال. طيب الفرحه في النادي الاهلي لا تتعدى يوم او يومين بالكثير، وشفنا كل الكلام ده بيتقال في كل خطابات كابتن محمود الخطيب بعد اي مكسب. لو جبنا كل خطابات كابتن محمود الخطيب بعد كل مكسب للفريق الكره، حتى غير الكره على فكره، سله، طايره، اي حاجه، هو نفس الدستور ونفس الكلام. يا جماعه انسوا المكسب، خلاص البطوله اصبحت ماضي، احنا نفكر في اللي جاي. الفرحه لا تتعدى يوم او يومين، وبنطوي الصفحه وبنبتدي نفكر في اللي جاي. نبتدي نركز في اللي جاي، عندك بطوله خلاص بتقفل صفحتها وتفكر في اللي جاي. واللي جاي بيكون اهم كتير جدا، لان انت عايز تحافظ على المكسب وعايز تحافظ على الفرحه. فمن وجهه نظرك انت كنادي بطل او نادي متعود على المكسب، ان انت تبص على الخطوه الثانيه ايه. زي الطالب اللي بيذاكر خلص امتحان وعايز يخش جامعه كبيره، بيبص على الامتحان اللي بعده، تركيز فيما هو قادم. عمرنا ما شفنا النادي الاهلي بعد مكسبه بيوجه اي نوع من انواع خروج عن النص، وبحط بين قوسين اي مسؤول او اي منتمي لنادي الاهلي. يعني ايه يا جماعه كلامي ده؟ يعني مش هتلاقي ابدا بعد اي مكسب في توجيه او خروج عن النص ضد المنافس. مش هتلاقي خروج عن النص ضد المنافس من مين؟ من مسؤولين النادي الاهلي ولاعبته وكل من ينتمي لنادي الاهلي.
هتقول لي يا كابتن ما اصل الجمهور، اصل الصفحه الفنيه كتبت، اصل الجمهور كتب، اصل في ناس طلعت قالت. انا قلت المسؤولين، النادي الاهلي اللي بيمثله دي مسؤوليه عظيمه جدا لا خروج عن النص. عمرك ما هتلاقي بطوله خدناها من منافس ايا كان بقى، منافس افريقي، منافس محلي، انا ما بجيبش اسامي عشان ما حدش يقول ان قناه النادي الاهلي، لا احنا بنقول صفه عامه، بنحط عنوان عام. مش هتلاقي ابدا ان النادي الاهلي بيروح يكيل الـ 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 يعني مش عايز اقول يعني، بس لعبته او مسؤولينه او يخرجوا عن النص تجاه المنافس، مش هتشوفها دي. وعشان كده احنا النادي الاهلي. طيب بعد الهزيمه لا قدر الله والحاجات دي، والهزيمه دي مش دايما بنلاقيها يعني الهزيمه دي بتبقى مثلا كل كام بطوله ان شاء الله نلاقي ممكن بطوله تجلي منا وتبقى حزينين عليها جدا جدا. طب بعد الهزيمه بيحصل ايه؟ عمرك ما هتلاقي في النادي الاهلي بيدور على شماعات يقول لك لا انا خسرت عشان كاس، لا. اذا كان النادي الاهلي بيتكلم على اسباب الخساره فبيتكلم على اسباب الخساره لدراستها وليست لتعليق الشماعه. يعني ايه؟ يعني مثلا احنا خسرنا بطوله، تبتدي نشوف مشاكلنا الفنيه ايه؟ كان المفروض نعمل ايه؟ الصح كان ايه؟ الصح ان احنا كنا نتجاوب مع ده وما نتجاوبش مع ده. الصح ان احنا نتعلم ان احنا في اللي جاي ما نعملش كده. واكبر دليل صفقات النادي الاهلي. صفقات وميركاتو قوي. ليه النادي الاهلي بيعمل كده؟ ممكن يقول لك يا باشا انا تمام والدنيا زي الفل وانا عندي فرقه يعني خسرت بطوله، لا احنا بندور على الاحسن، والنادي الاهلي بيدور على الاحسن. صفقات تم الاعلان عنها صفقات تاريخيه مع النادي الاهلي. وعلى فكره مش الموسم بس، كل موسم. فالنادي الاهلي بعد هزيمته بيدور على اسباب الهزيمه. والاسباب الهزيمه يبتدي يعالجها جوه نفسه. وكلنا شفنا لقاء كابتن محمود الخطيب بعد المباراه، بعد نهايه الدوري. ماتش الجونه هناهم على الاداء، هناهم على المكسب بتاعه، وركزوا في القادم، ارمي ورا ظهرك، ركز، ابتدي عالج اخطائك، شوف انت كلاعب انت بطل افريقيا وتالت عالم، ارفع راسك فوق، ركز في اللي جاي. كابتن محمود الخطيب لعب على حته الثقه وان اللعيبه دي فعلا ابطال. فاللي عايز اقوله لكم ان النادي الاهلي ما احلاه وما اعظمه في التعامل مع المكسب، وما احلاه وما اعظمه في التعامل مع الهزيمه. وعشان كده هو ده النادي الاهلي. انا مش هتكلم على اي نادي منافس، ولا هتكلم على اي واقع حصلت، ولا اي حاجه. احنا بنتكلم على انفسنا. عشان كده النادي الاهلي في حته تانية. النادي الاهلي اللي ليا الفخر انا هيثم السعيد ان انا انتميت لهذا الكيان العظيم، اللي انا فهمت دستوره وفهمت هو بيدير اموره ازاي من غير ما حد يقول لي، شفت بعينيا وحكمت واخترت. وهو ده النادي الاهلي، ودي عظمه النادي الاهلي. فيا جماعه افرحوا بالنادي الاهلي وثقوا تماما، ثقوا تماما. النادي الاهلي دايما هو مصدر سعادتنا. والنادي الاهلي حتى لم نوفق لبطوله او اخرى، ولكن النادي الاهلي بيفرحنا قصادها عشرات البطولات اللي بيرفع راسنا فيها، ودايما بيكون مصدر سعادتنا. خلاص الموضوع ده انا حبيت اتكلم فيه عشان اللي شفناه اليومين اللي فاتوا والفارق بينه وبين النادي الاهلي. هنروح لحاجه تانيه بقى خالص. هنروح لمنتخب كرة السلة. طبعا أنا من الناس اللي مثلت منتخب مصر 18 أو 19 سنة على ما أتذكر. أنا بدأت يعني حوالي سنة 92 تمثيل منتخب مصر، وآخر حاجة مثلت فيها مصر تقريبا 2009 أو 2010، فيعني تقريبا 16-17 سنة منتخبات مصر. فالحقيقة أنا أعرف يعني إيه اسم منتخب مصر، ويعني إيه أفريقيا كان منتخب مصر منتخب يخوف. حتى كنا يوم ما بنوصلش سيمي فاينل بنبقى زعلانين ونبقى متضايقين. طب انا بقول الكلام ده، منتخب مصر دلوقتي بيلعب بطوله افريقيا في رواندا. بطوله افريقيا دي غير مؤهله لا للاولمبياد ولا لكاس العالم، ولكن هي مهمه في ايه؟ مهمه في الترتيب الافريقي، الرانك بتاعك، ترتيبك. ترتيبك ليه مهم؟ لان انت عندك من شهر 11 تصفيات كاس العالم، بناء على الماتشات دي هيتم وضعك في ليفل 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4. هتفرق فيها، هتفرق في كتير، هتفرق انت هيبقى معاك في مجموعتك في تصفيات كاس العالم هيبقى معاك فرقه جامده واثنين، ولا مش هيبقى معاك فرقه واحده. طيب وده اكبر دليل ان البطوله دي بيشارك فيها كل المنتخبات بالفريق الاول بتاعها، مدججه بالنجوم. طيب منتخب مصر لعب اول مبارياته مع وسط افريقيا ونجحنا ان احنا نكسب فرق 16 نقطه، وده كان ماتش العبور بالنسبه لنا، وعملنا ماتش كويس تالق فيه لعيبه النادي الاهلي خاصه ايهاب امين. دي طبعا صور من الماتشات. ونجحنا ان احنا نتخطى جنوب افريقيا في اولى مبارياتنا في 16 بونت، يعني المباراه كانت ماشيه يعني في الاول كلوز جيم، وبعد كده فرقنا في الاخر نتيجه طبعا ان احنا بنضم مجموعه من اللاعبين الجيدين، وكابتن احمد مرعي بامانه قاد المباراه في اول مباراه جيدا جدا. جينا على منتخب تونس. انا عايز اقول حاجه يا جماعه، منتخب تونس 21 سنه ما كسبش مصر في اي بطوله رسميه. حتى في عز منتخب تونس، منتخب تونس من ايام ما انا كنت بلعب
حتى الان، حتى البطوله اللي كانت من 4 5 سنين اللي نجحنا فيها نتاهل لكاس العالم كسبنا تونس، وكانت تونس ساعتها حامل لقب بطوله افريقيا. كانت من 8 سنين بالظبط، من 8 سنين 2013 صح؟ 2013 كسبنا منتخب تونس في دور ال 16، بالرغم ان احنا في المجموعه كنا رابع وقابلنا اول المجموعه الثانيه تونس وكسبناها. فتونس احنا طول عمرنا اشقائنا وحبايبنا، بس كعبنا عالي عنهم من ايام ما انا كنت بلعب. للاسف خسرنا من تونس في مباراه كنا كسبانين فرق 19 بونت في اولها. فطبعا كان خزيمه غريبه شويه ان احنا يحصل يعني انهيار شديد كده ونخسر في المباراه في الاخر حوالي 7 8 بونت، فكانت دي مفاجاه بالنسبه لنا. يعني في اول المباراه قلنا خلاص ده المباراه مشت بشكل يعني جميل. طيب دي بالنسبه لمباراه طبعا تونس. نخش على مباراه غينيا وهي المفاجاه الاكبر والاعظم في تاريخ السله المصريه. غينيا من 36 سنه لم تفز في اي مباراه في بطولات افريقيا. اخر مباراه فازت فيها غينيا في بطولات افريقيا كانت 1985. هيثم السعيدي بيقول الكلام ده، مش هيثم السعيدي بيقول الكلام ده، الاتحاد الدولي لكره السله قال الكلام ده على موقعه الرسمي، واتمنى يا جماعه لو تقدروا تحطوا لنا اللينك ده. طيب 1985 اخر مباراه فاز فيها منتخب غينيا ضد منتخب كينيا. تمام، طبعا دي احتفال منتخب غينيا، وعلى فكره اللاعب رقم 10 ده ما كانش بيلعب المباراتين الاولانيين، اللاعب رقم 10 ده حط في مباراه 22 نقطه، وبالمناسبه هو جه ليله المباراه وجيب صحبه رئيس الاتحاد الغيني، واحنا ما قدرناش قوه هذا اللاعب، حط فينا 22 نقطه وجيب صحبه اللي هو رئيس الاتحاد. 1985 36 سنه منتخب غينيا لم يفز باي مباراه في بطوله افريقيا، يروح يخسر 4 ماتشات ويروح، فاز على منتخب مصر، ودي طبعا كانت مفاجاه، وكل متابعين كره السله في افريقيا والعالم العربي مش مصدقين. تونس كسبت هذا الفريق فرق 30 نقطه، خسرنا منه للاسف فرق 8 نقاط، والفرق وصل في وقت من الاوقات 16 نقطه لغينيا. دي كانت المفاجاه الكبرى. طب هتقول لي يا كابتن طب مصر معاش مجنسه. يا جماعه طبعا انا بتفهم ان كل دوله من الدول جايبين لاعب جنسيته الاتحاد الدولي، بالمناسبه يعني ايه لاعب مجنس؟ الاتحاد الدولي فتح او سمح في لائحته ان انت تستعين بلاعب غير جنسيه بلدك في المنتخبات عشان يدي نوع من انواع القوه. ولكن احنا دوله ال 110 مليون نسمه، احنا دوله شابه. احنا دوله ال 110 مليون نسمه، مش محتاجين نجنس، لان عندك كفاءات ولعيبه وتقدر عندك قاعده تزود القاعده، احنا اللي نصدر. وعايز اقول ان الدول اللي بتستعين بتبقى دول يا اما دول فقيره، يا اما دول عددهم قليل، يا اما دول التعداد السكاني بسيط صغير فبيضطر يستعين، انما مصر احنا مش محتاجين. عندنا لعيبه على اعلى مستوى الحقيقه. بدليل ان احنا تونس طلعنا عليها 20 بونت ولعبهم معاهم مايكل كورس اللاعب، مايكل رول اللاعب الامريكي المحترف في ايطاليا واللي بيلعب معاهم، بيلعب مع تونس، ده اللاعب المجنس. اذا موضوع التجنيس ليس مبررا نهائيا. طب ايه اللي تم في المجموعه؟ اللي تم في المجموعه انه طبعا بعد خساره منتخب مصر من غاليا شقلبت المجموعه نهائي، ادت امل لوسط افريقيا انه يتاهل، وتونس اهدت مصر بطاقه التاهل بعد فوزها على جنوب افريقيا امبارح بفرق حوالي 16 نقطه 13 16 نقطه يعني افريقيا الوسطى. كان المباراه كانت طبعا افريقيا الوسطى نزلت ميته على الماتش، لان لو كسبت تونس هتتاهل اول وتونس تاني غينيا تالت واحنا رابع. فتونس ادونا بطاقه التاهل لدور ال 16 وعدلت تاني المجموعه، رجعتها لاصلها تاني، بقت تونس الاول، مصر التاني، غينيا التالت، جنوب وسط افريقيا بره، وخدنا طبعا التاهل. طب ايه الوضع اللي جاي؟ الوضع اللي جاي، انا بس قبل ما اروح للوضع اللي جاي في دور ال 16 عايز اتكلم على حاجه برضو انا شايف ان هي كانت محتاجه برضو نظر. هل يعقل ان منتخب مصر يروح بطوله افريقيا بدون رئيس بعثه؟ يعني انا عرفت من خلال المشاركين هناك ان كل منتخب تقريبا اغلب المنتخبات رايحه معاهم رئيس الاتحاد، لان ده عرس افريقي، بتتقابل مع رئيس اتحاد دولي وتتقابل مع رئيس الاتحاد الافريقي وسكرتير عام الاتحاد الدولي وسكرتير عام الاتحاد الافريقي، عرس كبير افريقي، لازم ده كل ما هو افريقيا هناك في كره السله وكلاء اللاعبين وكل الدنيا هناك. ينفع ان انا اروح معيش رئيس بعثه عشان الانتخابات بتجرى دلوقتي؟ طب ليه يعني ده عرس لازم اروح واوطد علاقاتي مع ده واوطد علاقاتي مع ده واستضيف ده واتكلم مع ده واعمل ورك شوبس ورش عمل مستقله هنا وهنا، وليه اروح كده يعني يدي حتى انطباع للدول الاخرى ان مصر مش جايه مركزه في البطوله يعني. فانا عندي كومنت على ده وتعليق على ده. طبعا انا صدقوني الانتقاد ده للمصلحه، والله انا ربنا وحده اعلم، انا اسم منتخب مصر عندي رقم واحد، واحنا بنتكلم الكلام ده للمصلحه وليس اكتر، اسم مصر اسم غالي جدا جدا. طيب ايه وضعنا دلوقتي؟ وضعنا احنا تاهلنا دور ال 16، اول المجموعه بيتاهل لدور الثمانيه على طول، المفروض الاول بيقابل الرابع. الاول بيقابل الرابع
قال لك لا ملوش ماتش ملوش معنى، انت الاول بيكسب، لا الاول يقعد اربع ايام مريح ويلعب في دور الثمانيه على طول. طيب والتاني والتالت يعملوا كروسات مع المجموعات مع بعض. فمصر خد التاني، راح على المجموعه اللي قصادها، المجموعه اللي قصادها فيها مين؟ مجموعه النار. لغايه امبارح ما كانش معروف مين اللي هيتاهل منهم. فيها راس الاخضر، رواندا، فيها انجولا، وفيها فرقه رابعه اوغندا تقريبا. طيب المباراه هناك حصل حاجه غريبه جدا. انجولا خسرت من رواندا وخسرت من الراس الاخضر بعد اكسترا تايم وخسرت تابون. يعني انجولا خسرت مباراتين ما تخسرهمش. وانتوا عارفين يعني ايه انجولا بالنسبه لمصر. انا لعبت انجولا، لعبتها سنين طويله، انتوا عارفين يعني ايه انجولا بالنسبه لمصر. انجولا بالنسبه لمصر زي يعني اهلي وزمالك ديربي. فانجولا خسرت ماتشين مع الراس الاخضر، وده يدل قد ايه قوه الراس الاخضر، وعندهم لعيب في الام بي اف جامد جدا، ورواندا صاحبه الارض والملعب وعاملين طفره كبيره جدا في كره السله. فانجولا خد الثالث بس مش ثالث. يعني انجولا تستحق تبقى اول ثاني. يعني كان في المجموعه دي اشتباك رهيب جدا لاخر مباراه، محدش عارف مين اول ومين ثاني ومين ثالث. مصر هتلاعب انجولا في دور ال 16. طب اقول لكم معلومه مفاجاه من وجهه نظري انا، مصر اقرب ما يكون الفوز على انجولا. هتقول لي يا كابتن ده انت بتقول لي كلام عكس بعضه خالص. لا احنا اذا كنا بنقول كلام بننتقد في وضع، بس ده ما بيفقدناش الثقه في اللاعبين. انجولا دلوقتي ما بتعيش ازهى عصورها. ليه انجولا ما بتعيش؟ لان انجولا عندهم اربع او خمس لاعبين فوق ال 40 سنه. انا لعبت معاهم، انا لعبت معاهم وما زالوا بيلعبوا حتى الان. منهم كارلوس مورايس، ده اصغر مني باربع خمس سنين وما زال بيلعب حتى الان. وفي ثلاثه، وكارلوس الميدا، ومجموعه من اللاعبين انا لعبت قصادهم ولسه بيلعبوا. اذا مستوى الاعمار عالي جدا، احنا مستوى اعمارنا قليل. الحاجه الثانيه، انجولا دفاعها ضعيف جدا. انا اتفرجت على ماتشين بتوعها، ضعاف جدا. فنقدر منتخب مصر بالمهارات اللي عندنا نقدر اختراقاتنا تزيد ونتعب دفاعات انجولا. فمصر اقرب ما يكون ان هي تكسب انجولا. ولو ما كسبناش انجولا دلوقتي دي اكبر فرصه ان احنا نرجع نرجع نتسيد تاني المشهد، ان احنا لا يا جماعه احنا كويسين ونقدر نوصل. طب المشكله بقى بعد انجولا طريقنا مين؟ طريقنا السنغال في دور الثمانيه. السنغال في دور الثمانيه، المدير الفني بتاعهم حسان انداي. حسان انداي كان احد اللاعبين السنغاليين في المنطقه الشرق الاوسط اللي عملوا تاريخ كبير جدا. حسان انداي انا لعبت قصاده. والسنغال جايه بالفل فل تيم، لعيبه برشلونه، لعيبه الام بي اي، لعيبه الجامعات. السنغال جايه مش بتهزر، لان هم عينهم على تصفيات كاس العالم هتبتدي في شهر نوفمبر. تمام؟ فطبعا مباراه انجولا بكره ان شاء الله الساعه 3 مباراه حقيقه وموت. والغريبه ان منتخب مصر كره السله هيلاعب انجولا بكره، ومنتخب مصر كره القدم هيلاعب انجولا الاربع. مفارقه غريبه ما حصلتش، انا اتوقع انا طول عمري لعبت وما شفتهاش. انجولا هنلاعبها باسكت بكره، وانجولا هنلاعبها بتصفيات كاس العالم بعد بكره يوم الاربع، يبقى كمان يومين. فمفارقه غريبه جدا، ونتمنى ان يبقى اسبوع خالص مصر ضد انجولا. وعايز اقول لكم ان في انجولا لما بيبقى في ماتش كره سله، البلد كلها بتاخد اجازه. كره سله اللعبه الشعبيه الاولى في انجولا، لما بيبقى في ماتش كره سله في انجولا، انا لعبت في انجولا وعارف، بتروح بتلاقي البلد كلها قافله، مفيش حد بيفتح، وبيقعدوا يتفرجوا على شاشات التلفزيون كانه ماتش كره، لان اللعبه الشعبيه الاولى هي كره السله. طيب في الاخر كلنا ثقه في منتخب مصر، وكل الدعم لمنتخب مصر، وكل الدعم للعيبه، ونتمنى منكم تفرحونا بكره في انجولا، عشان على الاقل نكون يعني ظبطنا الكفه شويه وردنا الاعتبار لكره السله المصريه. خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، ونرجع نكمل اخبارنا ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين اخبارنا داخل جدران النادي الاهلي. طبعا زي ما حضراتكم عارفين، بطوله افريقيا لابطال الكؤوس لكره اليد بتقام في المغرب في مدينه مكناس، والبطوله فيها 8 فرق، أربعة في مجموعة وأربعة في مجموعة، والأهلي على رأس مجموعة منهم. كان عندنا ثلاث مباريات في المجموعة فزنا بيهم الثلاثة وتصدرنا مجموعتنا. فزنا طبعا على سكوتو ريما أول فرقة لعبناها بنتيجة 26-46، والجولة الثانية كانت مع ريد ستارز الإيفواري 26-45، وآخر مباراة كانت مع فاب الكاميروني فزنا 48-23، فرق كبير. اتأهلنا لدور الثمانية اللي هو هيكون معانا مين؟ رابع المجموعة الثانية اللي هو أسافة السنغالي. والأهلي معاه في قائمته 18 لاعب، وبيستعد خلال البطولة دي كمان الماتش الأهم في الموسم قدام الزمالك يوم 10 سبتمبر السوبر الأفريقي. وكان طبعا امبارح كان في لفته ظريفه جدا من البعثه هناك. طبعا عارفين حضراتكم البعثه بيترئسها الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، والحقيقه لما
شخصيه مهمه في النادي الاهلي تتصدر او تترأس يعني البعثه في المغرب، فده بيدل قد ايه البطوله مهمه ل طبعا النادي الاهلي. وكان في امبارح عيد ميلاد، او يعني كانت عيد ميلاد احمد رغادي لاعب النادي الاهلي اللي لسه طالع، دي صوره من العيد ميلاد. بس الفريق احتفلوا طبعا برئاسه الاستاذ العامري فاروق، وده مش غريب عنه يعني، الاستاذ العامري فاروق دايما بيحب يعيش الجو الاسري مع اللاعبين كلهم في كل الالعاب حتى من ايام ما كنت بلعب. وعملوا عيد ميلاد لاحمد رادي، وزي ما شايفين التورته بقى طبعا، والفرقه كلها موجوده، واكيد طبعا بيعمل روح كويسه وبيبقى ليه انطباع في الملعب. واكيد عشان نعرف مزيد من الضوء ومزيد من الاخبار عن الفرقه، معانا الكابتن ياسر رملي رئيس جهاز كره اليد بنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن ياسر. اهلا بيك يا كابتن هيثم، ومساء الخير على حضرتك وجميع مشاهدي النادي الاهلي وتمثيل النادي الاهلي. بنبارك لحضرتك تصدر المجموعه طبعا والتاهل لدور الثمانيه ان شاء الله، واكيد كل جمهور النادي الاهلي منتظر الكاس يا كابتن، طمنا عن الفرقه. والله الحمد لله، يعني من ساعه ما احنا في مصر في معسكر اعداد، والولاد مركزين، عملوا فتره اعداد عاليه جدا، واخدين البطوله بمنتهى الجديه. يمكن بدايه النتائج من اول ماتش ما فيش هزار، الحمد لله الولاد كلهم مركزين، ناخد مصر في ماتشه. الحمد لله تصدرنا المجموعه، وده بيدينا اريحيه ان احنا في دور الثمانيه بنتقابل رابع المجموعه الثانيه، فبرضه بيديك انك انت بتقابل فريق برضه بيبقى اقل في المستوى شويه. فان شاء الله باذن الله احنا عندنا ماتش بكره مع فريق اسفل السنغالي، هتبقى الساعه 1 بتوقيت القاهره باذن الله. الولاد ما شاء الله النهارده عندنا تمرين على مستوى عالي. طبعا حضرتك عارف ان احنا قاعدين في قاعة البابل، ما فيش خروج من الاوتيل، فاحنا بقى دلوقتي 8 ايام قاعدين في الاوتيل، بيروح التمرين ويرجعوا، هيروح الماتش ويرجع. انما احنا كلنا على قلب راجل واحد. يمكن طبعا الكابتن عبد الجامع تفضلت وقلت نائب رئيس النادي ومعاهم ومجلس الاداره كله، الولاد حاسين، كابتن خطيب كل يوم بيتصل بكابتن عمري بيطمن على الفرقه بيحفزهم. ان شاء الله ربنا يكرمنا ودعواتكم كده ان احنا نرجع بالبطوله باذن الله. بطوله غايبه عن النادي الاهلي بقى لها 3 سنين، فان شاء الله نرجع بالبطوله باذن الله. ان شاء الله يا كابتن. طب انا يعني برضو عايز اتكلم عن الاستفاده يا كابتن، يعني هل احنا طبعا المباريات يعني غير مذاعة، والمناسبة يعني قناة الأهلي حاولت تذاع المباريات بس طبعا لم نوفق، بس خلينا نقول إنه في استفادة من هذه المباريات. أكيد طبعا فرق 20 هدف و25 هدف، أكيد في روتيشن بيحصل للعيبة، كابتن طارق محروس مثلا هل بيشارك اللعيبة كلها ولا لأ؟ هل شايف ده استعداد جيد لمباراة السوبر 10 سبتمبر؟ يعني الإضافة الفنية للبطولة إيه يا كابتن؟ أكيد طبعا. أنت عارف بطولة أفريقيا النهارده السنة دي مختلفة شوية، إن هي جاية في بداية فترة الإعداد، يعني أنت هتعرف حاجة حديثة ما بتبدأش الموسم في مصر، فكان توقيتها صعب جدا إنك أنت تطلع بطولة أفريقيا بدون البدء في مباراة الدوري. الفرقة اللي كانت لسه وصلت فورمة، بس وده كان مخلينا إن إحنا في مصر الإعداد يمكن عملنا 7 مباريات مع أندية الدوري الممتاز. طبعا زي ما حضرتك بتقول كده الروتيشن ده باين، كل بيلعب كابتن طارق كل ماتش، احنا 18 لعيب بنسجل 16 كلهم ما شاء الله بيشاركوا، كل واحد بيبقى ليه دور في روتيشن، عشان كده يمكن كل واحد بينزل بيثبت نفسه بيموت نفسه في الملعب. الولاد كلهم عايزين متحمسين مركزين، فربنا سهل، وان شاء الله يبقى هي فتره اعداد جيده لماتش السوبر. طبعا ماتش السوبر جاي برضه في توقيت صعب جدا، في وقت بدايه الموسم برضه، وبطوله هامه جدا مؤهله لكاس العالم. فزي ما حضرتك تفضلت وقلت كده، هي فتره اعداد جيده جدا لينا للموسم ان شاء الله، ويبقى الموسم كله بطولات على النادي الاهلي. كلنا ثقه فيكم يا كابتن، وخليني اقول يعني ان شاء الله في حاله تخطينا بكره باذن الله دور الثمانيه. قبل النهائي ميعاده امتى يا كابتن؟ ونهائي البطوله ميعاده امتى؟ قبل النهائي ان شاء الله هيكون يوم الاربعاء، لو كسبنا بكره باذن الله هنلاعب الفايز فريق انجولا وفريق الاهلي العاج، يعني فريق انجولا يمكن اقوى، انت عارف حضرتك انجولا من الفرق بالظبط
قدمت هي اقوى فرقه بعد فرقه شمال افريقيا، وعملت ماتشات جامده جدا، عملت ماتش 3-1 مع قطر المغرب هنا. فان شاء الله يعني متوقع ان احنا هنقابل الفايز منهم، والمباراه هتكون الساعه 5:30 القاهره باذن الله يوم الاربعاء. طيب والفاينل هيبقى الجمعه يا كابتن ولا امتى؟ لا الفاينل يوم الخميس. خميس اربع خميس على طول، يعني اربع وخميس على طول. بالظبط كده ان شاء الله. ان شاء الله كلنا ثقه يا كابتن ياسر، حضرتك هترجعوا لنا بالكاس وكل التوفيق، ودعواتنا وقلوبنا معاكم يا كابتن ياسر. انا عايز اقول برضه لحضرتك كمان برضه للساده المشاهدين ان المباراه دلوقتي وماتش امبارح والماتشات اللي جايه بتذاع على صفحه الاتحاد الدولي، ممكن بنشوفها وتتابعوا الماتش بتاع القهوه على صفحه الاتحاد الدولي، يمكن في مجموعه كبيره فيها. هايل هايل هايل، ودي فرصه هايل، دي فرصة طيبة إن احنا نتابع المباريات معاكم. بإذن الله. إن شاء الله. كابتن ياسر الرملي رئيس جهاز كرة اليد بالنادي الأهلي من المغرب، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، قلوبنا معاكم ودعواتنا، وإن شاء الله تبقى أول بطولة في الألعاب الجماعية تخش السنة دي نادي الأهلي. وزي ما قلت لحضراتكم وجود الأستاذ العمري فاروق كنائب رئيس النادي الأهلي في بطولة زي دي أكيد ده يدل قد إيه اهتمام النادي الأهلي بالألعاب الأخرى، و يعني زي ما بيقولوا دعم كبير جدا، دعم في كل المجالات، سواء في الصفقات، سواء دعم مادي، سواء دعم معنوي. فالحقيقه وجود الاستاذ العمري فاروق وهو ليس غريبا على الالعاب الاخرى، هو ليه باع طويل جدا وزراعه مع الالعاب الاخرى من ايام انا حتى ما كنت بلعب، فاكيد وجوده هناك ده دافع كبير للاعبين، واتمنى لهم التوفيق باذن الله. طيب هنروح ليد الاهلي. يد الاهلي سيدات بيستعدوا للموسم، وكابتن يحيى يوسف المدير الفني قال انا عايز اعمل ماتشات، بص على اللي موجود لقى اقوى فرقتين او اكتر فرقتين جاهزين يعمل معاهم ماتشات، منتخب الناشئات والشابات، منتخب مواليد 2002 ومنتخب مواليد 2004. كابتن يحيى يوسف عامل معاهم ماتشات كاستعداد للموسم الجديد. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين اللجنه المؤقته في اداره شؤون اتحاد اليد حددت مطلع شهر اكتوبر لبدايه الدوري. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين احنا السنه اللي فاتت، انا دايما بحب اعيد وازيد ان فريق كره اليد سيدات نجح من تحويل تاخره في الموسم اللي قبل اللي فات وفقدان اللقب لاحتكار للبطولات الموسم اللي فات. ولمزيد من التفاصيل طبعا نحط الضوء على الفريق، معانا الكابتن يحيى يوسف المدير الفني للفريق. اهلا بك يا كابتن يحيى. كابتن ياسر اهلا بحضرتك، اهلا بيك، وحشنا جدا يا كابتن يحيى والله. حبيبي ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك، ربنا يخليك يا رب. كابتن طمنا على الفرقه واحكي لنا قصه الماتشين اللي حضرتك هتلعبهم دول ايه؟ بص حضرتك احنا فاضل يعتبر لغايه فتره الاعداد كملناها تاني، عشان كان بطوله القاهره كانت المفروض هتبدا من اسبوع بس اتاجلت ماشي، ودلوقتي عملنا ماتش مع منتخب 2004 يوم الاحد اللي فات، وعندنا ان شاء الله يوم الثلاثاء الجاي ماتش مع منتخب شباب 2002، وعندنا الخميس ان شاء الله ماتش مع منتخب 2004 تاني، عشان هما بيستعدوا لبطوله افريقيا. بس دي المشكله اللي عندي حاليا يعني، وبس عندنا بس للاسف شويه اصابات كده في الفريق مش لذيذه، بس ان شاء الله الفتره الجايه. اصابات بسيطه يا كابتن يحيى يعني؟ اصابات بسيطه ولا اصابات يعني طويله بعد الشر؟ في للاسف في حاجه طويله، وهي الجون بتاعي امنيه خالد ده للاسف خلع في الكتف وهتعمل عمليه. بس الباقي ان شاء الله في خلال 10 ايام كده اسبوعين ان شاء الله يكون في الملعب يعني. الف سلامه على امينه طبعا خالد، ونتمنى لها كل الشفاء. وخليني اقول لك كابتن كمان ان سندس خشانه معاك في المعسكر ولا لا؟ اكيد معايا طبعا، موجوده اصلا. طب هي انضمت يعني هي كنت يعني هي كانت مع منتخب تونس، فخلاص انضمت ولا لسه مع المنتخب ولا هتروح للمنتخب تاني؟ لا كان في المنتخب ده في الكلام ده في شهر 6 كان بطوله افريقيا ومعتها مع منتخب تونس واخدوا المركز الثالث. بعد كده هي اديتها راحه سلبيه 3 اسابيع وجت تتمرن مع الفريق، وهي منتظمه بقى لها في التمرين بقى لها داخله على شهر اصلا معايا. طب بطوله العالم هتلعب بطوله عالم سندس امتى ميعاد بطوله العالم؟ بطوله العالم بدايتها 2/12. لسه بدري طبعا، الفتره دي مش هتكون للاسف معانا وكده، انها تبقى مثلا قبلها باسبوع 10 ايام كده مع المنتخب التونسي معسكر، وبعد كده هتسافر البطوله في اسبانيا، وان شاء الله ربنا يكرمها ان شاء الله، واحنا برضه ربنا يسهل ان شاء الله مستعدين طبعا للدوري نلعب لغايه، بس هي طبعا هي لعبه مهمه جدا وهتفرق معانا برضه يعني. كل التوفيق يا كابتن يحيى وقلبنا معاك ان شاء الله، عايزين الثلاثيه السنه دي باذن الله. يا رب دعواتكم ان شاء الله. ان شاء الله. شاكر جدا كابتن يحيى طبعا مدير فني، كابتن يحيى يوسف مدير فني الفريق الاول لكره اليد سيدات، بشكرك شكرا جزيلا لحضرتك، كل التوفيق طبعا
لسيدات كرة اليد. هنروح لشباب سلة الأهلي. الحقيقة في إنجاز كبير جدا حصل، إنه فريق 3-3 تحت 18 سنة بطولة العالم بيلعبوا الباسكت، عشان أقول لكم بس تبقوا فاهمين، في 5-5، واستحدث الاتحاد الدولي نشاط جديد من فترة قريبة 3-3، وبمناسبة 3-3 لعبة أولمبية يعني من كتر ما هي منتشرة. والهدف من 3-3 أنت بتلعب على نص ملعب وليك بعض القواعد كده المختلفة شوية عن 5-5. منتخب مصر شارك مع 4 لاعبين، 3 منهم من النادي الأهلي، عبد الله ناصر ومحمود وليد ومؤمن طارق خيري، وطبعا معاهم مين كمان يا جماعة الرابع؟ الرابع مين يا جماعة عشان أنا مش قدامي؟ يعني قصدي أقول لكم أنه 4 لاعبين منتخب مصر، ده محمود وليد وده مؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر وطبعا لاعب رابع، الأربعة مثلوا مصر. نجحنا في إنجاز كبير أن احنا نتأهل لنصف النهائي، أول مرة في أي تاريخ الباسكت أن احنا نتأهل في أي نشاط، حتى لو 3-3 الناس شايفة ده، لا 3-3 برضو لعبة مهمة. وخليني أقول لكم أن خسرنا من أستونيا في قبل النهائي، ولعبنا تاتو رابع مع بيلاروسيا وللاسف خسرنا وخدنا مركز رابع، بس انجاز كويس واحنا فخورين بالولاد دول، واكيد دول ممكن يكونوا نواه كويسه. هو بس ان هم من دول نجوم عندنا بيلعبوا في 5-5، هو بس يعني طبعا اتحاد السله فضل انه يجيب لعيبه منتخب 5-5 يلعب بيهم 3-3 تحقق، لان مفيش حاجه في اللائحه تمنع، ولكن طبعا الفرق الثانيه او المنتخبات الاخرى بتشارك بلعيبه يمكن مش بيتواجدوا قوي مع 5-5، ولكن في كلا الاحوال هو انجاز، وانجاز يحترم، ولعيبه عامه اللي عليها ورجاله وفخورين بيهم جدا، واكيد هيكونوا ضيوفنا في حلقه من حلقات الابطال لما يرجعوا بالسلامه ان شاء الله لارض الوطن. طيب هنروح لمنتخب شباب الطائره اللي بيلعب دلوقتي كاس العالم او بطوله العالم، الثنائي الاهلي حمزه الصافي وزياد اسامه كان ليهم دور كبير جدا لتاهل المنتخب الى دور ال 16 بعد ما فزنا على كوبا في ماتش ماراثوني 3-2. منتخبنا يلعب مين في دور ال 16؟ يلعب بلغاريا، وما ادراك ما بلغاريا، من احد المصنفين الكبار جدا في الكره الطائره، ودائما الاهلي هو داعم قوي للمنتخبات الوطنيه خصوصا في الكره الطائره زي ما حضراتكم عارفين. كده نكون خلصنا اخبارنا في او داخل جدران نادي الاهلي. هنروح لاخبارنا المحليه. في حدث كبير جدا بتستعد مصر لتنظيمه، وهو بطوله العالم لناشئي الدراجات. كم دوله هتشارك؟ 46 دوله، رقم كبير جدا جدا. امبارح شفنا الدكتور اشرف صبحي كان موجود امبارح في المضمار في استاد القاهره بيطمن على اخر الاستعدادات، وكان معاه الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري والافريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي، واكد اكيد دي طبعا لقطات من الاستعداد للتنظيم البطوله. 46 دوله جايين، وقال ان الوفود بدات توصل من امبارح الجمعه، واجراءات تسكينهم على مستوى عالي وتنسيق بين اللجان المنظمه البطوله طبعا، ودي طبعا المضمار اهو حاجه على اعلى مستوى، وكان الوزير امبارح بيتفقده بنفسه. وطبعا منتخب مصر هيشارك البطوله 12 لاعب ولاعبها هيتنافسوا مع احسن لعيبه في العالم. طبعا دي احتكاك قوي جدا، درجات دي لعبه اولمبيه ومحتاجين ان احنا نخش فيها بقوه، وعندنا الامكانيات دي، عندنا مصر عندها كتير يا جماعه صدقوني. دايما نبص للاعلى، دايما نبص بروح الجمهوريه الجديده. الجمهوريه الجديده ليست فقط اماكن ومدن وانشاءات، لا، روحك من جوه لازم تتواكب مع هذا الانجازات الكبيره او هذا الطوفان من المشاريع الكبيره. لازم انت من جواك تبقى عارف انت كمصري انت تقدر. انا مش هبص تاني على المركز التاني ولا رايح امثل تمثيل مشرف، انا رايح اكسب، وان شاء الله هنكسب. احنا عندنا ايمان وعندنا عقيده وعندنا قوه وعندنا صلابه ان احنا نتحدى اي شيء، فلازم دي تكون يعني روحنا الجديده في الرياضه. وطبعا البطوله دي استمرار لسلسله من البطولات الدوليه اللي مصر بتستضيفها وبتنجح في تنظيمها، مش بتستضيفها بس وتنجح في تنظيمها. هنروح لرفع الاثقال في البطوله البارالمبيه اللي بتتلعب في طوكيو 2020 دلوقتي او 2021، وقصه نجاح كبيره جدا، 6 ميداليات بارالمبيه حققها رفع الاثقال، حاجه لم ولن يعني اشوف، ما شفتهاش قبل كده في اي اتحاد. مصر حققت 4 فضيات وبرونزيتين في 3 ايام بالظبط. اول امبارح حققنا فضيتين عن طريق شريف عثمان ورحاب رضوان، وامبارح حققنا فضيتين عن طريق محمود صبري وعطيه والاسطوره فاطمه عمر، محمد صبري عطيه والاسطوره فاطمه عمر، واللي كانت ضيفه حلقتنا هنا فاطمه عمر كانت ضيفه حلقتنا هنا في عيد الام لو تفتكروا، وقالت انها ترفع اسم مصر في الاولمبياد وصدقت في وعدها، متشكرين يا فاطمه. وعايز اقول ان فاطمه عمر هي اعظم رياضي انجبته مصر، انا بقول الكلام ده وعلى مسؤوليتي. فاطمه عمر هي اعظم، هاتوا لي صورتها يا جماعه بعد اذنكم. فاطمه عمر اعظم رياضيه انجبتها مصر على مر التاريخ، رياضي او رياضيه، 6 ميداليات اولمبيه على مدار تاريخها ومشاركتها. فاطمه عمر قصه نجاح وكرمت تكريم كبير جدا في الدوله المصريه. فاطمه عمر تاني اعظم رياضيه جت في تاريخ مصر كله،
ست ميداليات اولمبيه، بدايتها كانت 2000 سيدني 2000، وبعد 21 سنه بتنجح تاخد ميداليه اولمبيه تاني. العالم كله بيقف احترام واجلال لفاطمه عمر. فاطمه عمر تحدت التحدي نفسه، عشان كده انا بقول نقدر نقدر، وان شاء الله هتبقى معانا باذن الله، معانا اكيد بعد ما ترجع بالسلامه. قصه بقول لكم اول ميداليه 2000 سيدني 2000، وكانت معانا هنا في حلقه عيد الام واحتفلنا بيها، وكان لنا رؤيه ان دي اعظم رياضيه فعلا. وقالت يا جماعه انا بوعدكم هجيب ميداليه، وهي ام لطفلين تقريبا، لبنتين، بنتين كبار مش طفلين يعني. يعني قصدي اقول لكم ان هي ام ولاعبه وبطله واعظم رياضيه انجبتها مصر ورياضي في مجال الرياضه كله. ست ميداليات اولمبيه من 2000 لغايه 2021، 21 سنه يا فاطمه بتجيبي ميداليات لمصر، كل التقدير ليك، ونرفع لك القبعه ونحييك ونربط على ايدك، وسيظل التاريخ يذكرك بكل خير. وكمان يعني عايز اقول انه كان في برونزيه، كان في 2 برونزيه كمان، محمد صبحي وهاني عبد الهادي، دي كانت من النهارده من ساعات يعني من كام ساعه، كل ده في رفع الاثقال. عندنا بكره 3 لاعبين هيلعبوا، ومنتظر برضو نجيب ميداليات. عشان كده بقول لكم ابطالنا البارالمبيين، وشفنا حمادته وقد ايه كل العالم كله. عندك نوفاك حط صورته على صفحته، باو جازول التنس، باو جازول كره السله حط صفحته، اتحاد اللجنه الاولمبيه الدوليه حمادته ابهر العالم بعزيمته. المصري يا جماعه، المصري، الانسان المصري، جيناتنا، احنا ابطال، احنا نستطيع ان احنا نتسيد العالم في الرياضه، بس نؤمن بده ونشتغل على ده. ولو سمحت اللي مش شايف في نفسه القدره انه يقدر يحقق ده يسيب الساحه ويدي الفرصه لغيره. يا جماعه انا بقول الكلام ده، يا ريت الناس تسمعني، انا كراجل مسؤول لقيت نفسي مش قادر احقق ده، مش عيب، دي كلها مناصب تطوعيه، دي مناصب تطوعيه لا نتقاضى عليها اي اجر، كل واحد بيقدر يخش عشان يخدم بلده. لقيت نفسي مش قادر ان انا، او فكري ما مشاش او حاجه، بعد اذن حضرتك، بعد اذن معاليك، سيب الساحه، سيب الساحه لغيرك يجرب. الموضوع مش حكر على اشخاص يا جماعه. امتى نشوف اتحاد يقول يا جماعه والله يا جماعه انا اشتغلت وللاسف لم اوفق، فبدعو الناس تخش مكاني تجرب؟ ده منصب تطوعي يا جماعه، مش حكر على حد، مش لازم اشيلك شيل من الكرسي يا جماعه. الموضوع ده مهم جدا، لازم اللي مش هيقدر يساعد لعبنا ولعبتنا انه يقدر كده يقول يا جماعه خلاص انا هسيب الساحه لبعدي، لان طبعا الرياضه تستحق، احنا بلد عظيمه جدا. طيب هنروح ليه ناشئوا الريشه الطائره. الريشة الطائرة بيعودون إلى القاهرة، طبعا متوجين بكأس أفريقيا 15 سنة، فريق أو 15 سنة توج بأفريقيا ورجعنا حاملين اللقب. منتخبنا الوطني الناشئ وناشئات الريشة الطائرة نجحوا في فرض سيطرتهم على ميداليات بطولة أفريقيا واللي اتلعبت في بنين من فترة من 17 ل 26 أغسطس. منتخبنا حقق 11 ميدالية، 6 ذهب و3 فضة و2 برونز، وكسبنا الكأس، كأس العام للبطولة، كأس العام للبطولة الأفريقية. طبعا لقطات أو صور من استقبال البعثة في مطار القاهرة. المنتخب وصل امبارح الفجر، استقبلهم كابتن هشام التهامي رئيس الاتحاد في المطار. المنتخب ده بيدربه كابتن هشام سليمان، ورئيس البعثة كابتن شريف جعفر عضو مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة. اللعبة بتقدم نجاحات كبيرة، وعشان نعرف أكتر عن الخبر ده معانا كابتن محمد كمال نائب رئيس اتحاد الريشة. أهلا بيك يا كابتن محمد. عليكم وعلى السادة المشاهدين. ألف مليون مبروك على هذا الإنجاز الكبير، اتحاد محترم، اتحاد شغال، بنشكركم على النتيجة دي، وكلمنا عن تفاصيل البطولة يا كابتن. الله يبارك في حضرتك ويبارك لمصر كلها. طبعا الحمد لله إنجاز كبير بيطمنا على مستقبل الريشة الطايرة في مصر. فريق واعد، فريق ناشئين، طبعا كتر ألف خيرهم، بنشكرهم شكر كبير جدا إن السفر بعيد وتحمل السفر ومشقة السفر، ووصلوا منين وحضروا معسكر تدريبي 3 أيام، وبدأت البطولة الحمد لله سيطرة كاملة على البطولة، كل الميداليات الذهب حصل عليها منتخبنا الوطني بفضل الله. كابتن أنا في حاجة الحقيقة عايز أحييها، يعني أحيي الاتحاد عليها، اللي أنتوا شغالين في القاعدة من تحت، شغالين 15 سنة، وأنا عارف دلوقتي فريق 19 سنة بنين بيلعب بطولة أفريقيا أيضا، يعني أنتوا شغالين على النشأ عشان بعد 4 5 سنين نلاقي أبطال. بحييكم على ده يا كابتن. تمام يا كابتن هيثم، فعلا احنا ماشيين بالمبدا ده، وبنحاول نرسم مستقبل للريشه الطايره في مصر من القاعده من تحت. عندنا منتخب يعني ناشئين اهو عالي جدا، منتخب الشباب النهارده بقول لحضرتك بيلعب فاينل دلوقتي مع جنوب افريقيا ما شاء الله، بفضل الله علينا. يعني الحمد لله المنتخبات واعده، عندنا مديرين فنيين على اعلى مستوى، مصريين كلهم، اجهزه فنيه بتشتغل شغل كويس، بنوفر لهم كل حاجه. منتخب الناشئين ده احنا بنعده لنا شهر ونص، عملنا تصفيات ليه، شهر تدريب مسائي وصباحي مع الكابتن هشام سليمان. بصراحه لعيبه تستحق التحيه والشكر كلهم،
اولياء امور كمان يعني برضو معانا سبورت كبير جدا للاتحاد دعمونا بنشكرهم من برنامج حضرتك. فدي يعني شغل منظومه كامله احنا بنشتغل مع اللاعبين والمديرين الفنيين وشغالين على كده بحيث ان شاء الله باذن الله المستقبل للريشة الطايره يكون كبير جدا في مصر باذن الله. طب ما كابتن محمد ما ينفعش حضرتك تبقى معايا واسالك عن تقييمك لمشاركتكم الاولمبيه اللي فاتت، يعني انتوا ما شاء الله يعني تاهلتوا طبعا في ظروف كورونا وكان ظروف صعبه جدا للتاهل، تقيم التجربه دي ازاي يا كابتن؟ والله هي تجربه مفيده برضو، شرف كبير لاي لاعب مصر انه يتاهل للاولمبياد. احنا عندنا لعيبه صغيره زي ادهم وضحى 20 سنه، ده اول تاهيل ليهم للاولمبياد، فبيعتبر بيديهم خبرات كويسه. صحيح. احنا كان هدفنا التاهل. وصلنا للتاهل، فطبعا المشاركات طبعا المستوى يعني احنا اصطدمنا في البوله بالصين اول العالم واليابان وهولندا، يعني احنا ما لعبناش فرق ضعيفه، طبعا كان المستوى لازم يكون في فرق كبير في المستوى، بس لعبتنا يعني احنا بنعدهم. وما نقدرش نقول لك برضه باريس 2024، احنا نتكلم في 28 ان شاء الله نقدر يكون عندنا منتخب يقدر يجيب ميداليه بقى ان شاء الله. وطالما شغالين كده يا كابتن اكيد ربنا يكافئكم. اكيد ربنا يخليك يا كابتن عيسام، واحنا بنبارك لمنتخب الشباب ده وان شاء الله نعده اعداد كويس باذن الله يكون مستقبل مصر اللي جاي ان شاء الله. يا كابتن محمد كمال نائب رئيس اتحاد الريشه الطايره بشكرك شكرا جزيلا والف مليون مبروك على هذا النصر الكبير. خلينا نروح لخبر اخير، خبر مهم الحقيقه وشايفينه حدث، ولينا دايما السبق احنا كبرنامج الابطال بنجيب الحاجات المستخبيه اللي الحقيقه مش كل البرامج بتاخد بالها منها. في حدثين في جمال الاجسام هيحصلوا على ارض مصر في منتهى الاهميه، ايه هما؟ الحدث الاول هي اولمبيا مصر للهواه بتنظم تحت رعايه طبعا فريق كوسكواد وتحت رعايه وزير الشباب والرياضه. البطوله دي او اولمبيات مصر للهواه هتتلعب من فتره من 26 29 اكتوبر. طب ايه البطوله دي؟ بيخش فيها لاعبين كمان اجسام وبتدي 9 بطاقات احتراف للعيبه، يعني بتدي 9 بطاقات احتراف للعيبه يلعبوا في بطولات المحترفين اللي هي في الاخر بطولات المحترفين دي بتاهل لمستر اولمبيا، ودي للمره الثانيه تنظم في مصر، وده حدث كبير جدا وفتح باب الاشتراك ابتدى النهارده. طيب ايه الحدث الثاني؟ برضو في كمال الاجسام البطوله الثانيه هي كو برو، لاول مره في تاريخ مصر يتم اقامه بطوله محترفين لكمال الاجسام ومؤهله لاولمبيا مستر اولمبيا العالميه، هتقام على ارض مصر للمره الاولى في تاريخها. وخلينا اقول لكم ان كو برو دي البطوله اللي حامل اللقب بتاعها هيروح مستر اولمبيا السنه الجايه، واللي هتكون بعد البطوله الاولانيه هتبقى من 30 ل 31 اكتوبر، وبالفعل فتح باب التسجيل. طيب الفئات الاربعه اللي مشاركه فيها ايه؟ بودي بيلدينج 212 وعندك الفيزيكس والكلاسيك فيزيكس. الاربع فئات دول الاول منهم هيروح مستر اولمبيا. طب جوائز البطوله قد ايه؟ 60000 دولار. هتقول لي يا كابتن 60000 دولار ده مش رقم كبير. لا، رقم كبير جدا في كمال الاجسام. بطولات العالم ممكن بطولات يعني تكساس برو والبطولات اللي بتعمل في امريكا واوروبا والكلام ده كله ممكن جوائزها بتبقى نص الرقم ده، فجوائزها 60000 دولار اي ما يوازي 1,030,000 جنيه مصري. ده حدث كبير جدا وحدث بتاع وزاره الشباب والرياضه، وحدث هيشارك في اكتر من 20 دوله مشاركه، اكدوا مشاركتهم خلاص هيشاركوا. ليه؟ لان فرصه بطوله ويتاهل منها المستر اولمبيا، وحتى الهواه ليهم بطوله ان هم فرصه ان هم يتاهلوا للبطولات المحترفين ومنها تبقى بوابه لمستر اولمبيا. حدث لينا انفراد ان احنا نتكلم عنه، ونتمنى كل التوفيق لابطالنا، وما ننساش بيج رامي والاربعه المصريين حسن مصطفى والورداني وكمان مين تاني يا جماعه الرابع؟ اربع لاعبين، احنا معلش انا اسف مش فاكره، ولكن اربع لاعبين هيكونوا بيلعبوا في مستر اولمبيا، بيج رامي حسن ورداني وعندك حسن مصطفى والرابع انا مش فاكره الحقيقه، اتاهلوا لعبوا مستر اولمبيا اللي جاي. فاذا اللعبه دي احنا نقدر نتسيد فيها العالم، فحاجه زي كده حاجه كويسه. والحدثين كبار كمان تنشيط السياحه في مصر، حدث زي ده كل العالم هيراقبه وهيشوفه، وده ماشي مع سياسه الدوله في تنظيم البطولات العالميه، وده كان انفراد لينا في برنامج الابطال. نطلع لفاصل سريع اعزائي المشاهدين عشان نستقبل جوهره النادي الاهلي في كره السله اللي صعد بقوه جنى الالفي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بجوهرتنا، جوهره كره السله الناشئه بقوه وطالعه بقوه الصاروخ جنى الالفي. اهلا بيك يا جنى. اهلا بحضرتك، منورانا في قناه النادي الاهلي. منور حضرتك جنى. احنا عملنا تقرير كده عنك وعن مشوارك الزغنون، لسه انت ما كملتيش 16 سنه بس ما شاء الله مشوار حافل بالنتائج ومنتخبات وبتاع، بس عملنا تقرير صغير كده نشوفه معاكم اعزائي المشاهدين عن جنى، وارجع لحضراتكم.
نجحت جانا الألفي نجمة سلة النادي الأهلي في قيادة المنتخب الوطني للناشئات تحت 16 سنة إلى الصعود لبطولة كأس العالم تحت 17 سنة، والمقرر إقامتها صيف العام المقبل بالمكسيك. وحصدت ناشئات الفراعنة المركز الثاني في بطولة إفريقيا، والتي استضافها مجمع الصالات الدولي باستاد القاهرة خلال الفترة من 16 حتى 15 من أغسطس الجاري. ويصعد أصحاب المركزين الأول والثاني لمونديال ناشئات كرة السلة عن القارة السمراء، وهو ما أهل منتخبنا الوطني للصعود لكأس العالم رفقة المنتخب المالي والذي توج باللقب الإفريقي. واستهلت ناشئات الفراعنة مشوارهن في البطولة القارية بالفوز على المنتخب التشادي عقب انسحاب الأخير، ثم تخطى باكتساح المنتخب الجزائري بنتيجة 101-23 قبل أن يهزم المنتخب الأوغندي بنتيجة 89-17، وأعقبها الفوز على المنتخب المالي العنيد بنتيجة 66-56. وأنهت بنات النيل دور المجموعات بتسجيل فوز عريض على المنتخب الجابوني بنتيجة 164-10. وانتقلت المصريات لدور نصف النهائي بعد احتلالهن صدارة الترتيب في الدور التمهيدي، ويلعبن مرة أخرى مع المنتخب الأوغندي والذي حل في المركز الرابع. ونجح منتخبنا الوطني في الفوز بنتيجة 119-42 قبل أن يخسرن أمام منتخب مالي في النهائي بنتيجة 68-65. وحصلت نجمة الأهلي الصاعدة جانا الألفي على جائزة أحسن لاعبة في مركز 3 بالبطولة الإفريقية، ويتنبأ لها الجميع أنها ستكون من نجمات كرة السلة المصرية خلال السنوات المقبلة. جانا قولي لي بقى، يعني بابا اللي حبيت في كره السله ولا ايه الوضع؟ انت عارفه طبعا يعني بابا كابتن هابي الالفي طبعا لعيب كبير ومن احسن لعيب الجيل في كره السله في نادي الاهلي ومنتخب مصر، هو اللي حبيبك ولا انت اللي طالعه بتحب اللعبه كده؟ لا انا طلعت لوحدي، انا من وانا عندي سنتين ابتديت اروح مع بابي التمرين، وبقى انا لوحدي على جنب كده بحاول امسك كوره اقلدهم هم بيعملوا ايه، لغايه ما ابتديت اكبر. وحتى بابي ما كانش فاضي قوي ان هو يمرني او حاجه، فاتخذت على طول في الفرق والحمد لله كملت بقى. بدأت تتعلمي وتشوفي والدنيا وتحب اللعبة. طب خلينا نتكلم عن تجربتك. تجربتك انت ابتديتي من سن 13 سنة. الNBA زي ما قلنا في بداية الحلقة بيعمل زي بيروحوا للعيبة يدوروا عليهم، زي كامبات بيدوروا على اللعيبة في أفريقيا وزي كل القارات يعني. ازاي شاركتي في الجونيور NBA وعندك 13 سنة؟ أنا كان عندي 13 سنة، كنت لسه مخلصة بطولة المنطقة، كنا ساخدين بطولة المنطقة، فهم فجأة كده لقيت الاتحاد بيبعت لي. الأول هم عملوا لنا زي اختبار كده في الاستاد، جمع كل لعيبة 2005 اللي هم الاتحاد اللي عمل كده. الاتحاد جمعنا في تمرينة كده، اختاروا بقى منها اتنين، اختاروني أنا وشازا وحسن، حسن من سبورتنج وشازا من نادي الزهور. فسافرنا الاول كان اسبوع في السنغال، يعني معسكر كده يعرفوا اللعيبه في الصيف طبعا. وبعدين احنا كنا 13 سنه فكنا لوحدنا، احنا الثلاثه بس مع بعض. سافرت لوحدك؟ سافرتوا انتوا الثلاثه مع بعض؟ كنا احنا الثلاثه بس. لا انا عايز بس اقف واحده واحده، يعني انت ركبتي الطياره من هنا من القاهره لوحدك؟ سافرتي رحتي اديس ابابا صح؟ من ترانزيت في اديس ابابا، وخدت رحله طيران للسنغال دكار. كل ده لوحدكم؟ احنا الثلاثه بس لوحدنا. كانت تجربه صعبه؟ ما قعدتيش تعيطي بابا؟ لا 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 ما خفيش لا بالعكس، مش عيب تعيطي على فكره يعني. ما عادي، ما كلنا على صغيرنا عيطنا عادي. فلا كنت يعني بتحملي المسؤوليه. وبعدين كمان كنا احنا الثلاثه مع بعض، فالموضوع كان اسهل شويه يعني. ما كنتش لوحدي. طب قولي لي بقى، رحتي وصلت السنغال حد كان مستنيكم؟ كان في هناك كوتش مستنينا في المطار. وكان شنطنا انا وشازا ضاعوا، مش ضاعوا، هم كانوا لسه في الطياره اللي جايين، الطياره اللي اتاخروا تخلفوا عشان كان في اوفر ويت على الطياره فخلوها للطياره اللي بعديها. احنا طبعا يعني طب ما عيطتيش لما لا لا. لا هو في اول اتخضيت قلت شنطتي مش جايه. كنت صغيره بقى مش عملت فاهمه. إيه؟ ما عملناش حاجه، كان في حد اول ما نزلنا من الطياره على طول كان في حد مستنيها هناك، اخذنا وقلت له ان شنطتي ده لسه ما جاتش، قال لي ما تلاقيش خالص. عملنا زي اللي هو ريبورت كده عشان شنطتي ضايعه وكده، كويس قوي ان انا كنت
بابي كان قال لي صوريها علشان صوري شنطتي علشان شفتي بقى بابا بيديك الخبرات. اه كان معايا على طول، كنت على طول بكلمه عشان توريهم صورتها. اه قال لي عشان لا قدر الله لو مثلا ما جاتش ابقى معايا صوره. انا عايز اقول لك ان انا لفيت العالم كله وما صورتش ولا شنطه ليا. يعني انا خدت منك نصيحه على الهوا، انا هصور بعد كده كل الشنط. يعني صورتيها ورحتي وقلت لهم والله الشنطه بتاعتي. اه هي دي الشنطه. تاني يوم على طول هو كمان الكوتش، احنا رحنا الاوتيل بقى ونمنا، وتاني يوم لقينا الشنط جت لنا. هو الكوتش راح جابها. اتمرنتي ازاي من غير؟ احنا كنا عاملين يعني عاملين حسابنا، كان معانا الشنطه اه الكايون كان فيها بقى طقمين الباسكت وجزمه وكل حاجه. واتمرنت اول تمرين هناك. طب قولي لي احساسك ايه؟ هو الملعب مكشوف ولا صاله؟ لا كانت صاله بس كانت حر جدا يعني ما كانش في اي تكييف او يعني حاجه. طبعا السنغال امكانيات بتبقى ضعيفه بس روح مع ان كان في سيتي ثانيه كانت فيها بقى صاله وتكييف وصاله تحفه يعني. بس لا يعني سؤال، انت رحتي المدينه اللي ما فيهاش الصاله الحلوه، فاكره اسمها ايه؟ حاجه بالتي اتش. مش فاكره بس ما كناش في دكار. مش مشكله، بس انت رحت هناك يعني اتاقلمتي على الجو واتاقلمتي. كنت كام لعيب؟ احنا كنا حوالي 12. 12 لاعب بس؟ منهم 3 من مصر. يعني 12 لاعب شاركته في الام بي اي جونيور. قعدتوا قد ايه؟ اسبوع؟ 12 بنات. 12 بنات. انا فاهم بنات. يعني قصدي 12 بنات. انا اسف، منهم 2 من مصر. ايوه صح كده. وولاد زيهم؟ حسن هو الوحيد بس، هو كان واحد مصري من 12 مصري ولد. اتمرنتوا اسبوع؟ اتمرنا اسبوع، صبح وليل. صبح وليل ومش كل الايام طبعا. صبح وليل. وكنا كمان بيودونا اماكن مش شوبينج قوي عشان ما كانش فيه في السنغال حاجه، اطفال لسه. بس كانوا بيودونا مثلا الصاله اللي هي اللي انا قلت لك عليها الكويسه دي، كان فيها ماتشات بتلعب هناك في السنغال اللي هم الاكبر مننا. فرحنا اتفرجنا على ماتش كده ورجعنا على طول يعني. طيب وال 12 لاعب دول اختاروا منهم كام بقى؟ يعني ايه اللي حصل بعد الكامب ده؟ هل بعد الاسبوع ده رجعت القاهره تاني ولا رحتوا شاركتوا في حاجه ولا عملتوا ايه؟ لا احنا كنا بنستعد علشان نلعب البطوله، كانت بطوله في اورلاندو فلوريدا. البطوله في نفس الصاله؟ لا في امريكا. في امريكا في يعني انتوا استعديتوا الكامب ده في السنغال عشان منتخب افريقيا. فجمعنا في السنغال، يعني المعسكر كان في السنغال عشان نجهز للبطوله اللي في امريكا. رحتوا بقى من دكار او من السنغال لامريكا ولقيت ايه؟ فلوريدا اورلاندو. فطبعا السنغال الدنيا قريبه، انتوا عديتوا المحيط بس. انتوا لو طرتوا من مصر هنا 13 ساعه، 11 وربع ساعه راجع و13 تقريبا. بس عملنا ترانزيت برضه بيتهيألي في المغرب او حاجه، مش فاكر. ترانزيت في المغرب؟ لا بيتهيألي احنا راجعين. لا ترانزيت المغرب ده مستحيل، لان انتوا اقرب كمان لامريكا، لان السنغال في اقصى غرب القاره. طب انتوا رحتوا امريكا صح؟ وبعد كده فلوريدا دايركت فلايت ولا عملتوا ترانزيت في حته؟ عملنا ترانزيت. انا مش فاكره قوي عشان نزلتوا في حته عملتوا دوميستيك فلايت رحتوا على فلوريدا. طيب لا البطوله رحتوا على الماتشات على طول ولا اتمرنتوا؟ لا اتمرنا، كنا بتهيألي جايين يوم قبلها فاتمرنا تمرينتين او حاجه. اتمرنا قبل البطوله. كنا جايين يومين بدري قبل البطوله. فاتمرنتوا فين؟ فاتمرنا. طب خليني عايز اعرف منك بقى الماتشات والبطوله دي كانت ازاي، بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا عن جوهره كره السله في نادي الاهلي جانا الالفي، ولكن بعد الفاصل. الجميل في الرياضه ان انت يعني بتعلمك يعني زي ما بيقولوا منذ نعومه اظافرك تعلمك تحمل المسؤوليه. جانا سافرت 13 سنه وما كملتش 13 سنه او يعني صغيره يعني، سافرت وركبت الطياره لوحدها وراحت اديس ابابا وشنطتها ضاعت وراحت عملت كامب في السنغال، ومن السنغال على فلوريدا في امريكا لعبت البطوله كان كام ماتش يا جانا؟ كانوا مش ماتش، هو الاول كنا بنلعب اللي هو الدور التمهيدي مثلا. بعد كده بقى كام ماتش تقريبا لعبت؟ احنا حوالي لعبنا 5 ماتشات، ممكن 5 ماتشات. احنا وصلنا لغايه قبل السيمي فاينل. عملت شغل كويس الحمد لله. شفت الارقام وصحيح اللي انا بقوله يعني عملت. انا كمان اخدت توب في البوينتس في الراوند الاولانيه. فيرست راوند انا وبعد كده لفت النظر دي الحاجه اللي يعني احنا وصلنا لغايه اول راوند، جينا ماتش بقى اللي هيوصلنا سيمي فاينل خسرنا. بس مش مشكله، بابا وماما كانوا بيكلموك على طول؟ خلاص الماتش يا بابا عملت كذا يا ماما ولا ايه؟ لا كنت لما بروح قلت له بابي كان بيتفرج عليا على طول، فكان مستني بقى لما اروح. كان في لينك كده كان الكوتش بيحطوه كده بيتفرج عليه او كان بيتابع الماتشات. كان بيتابعني على طول يعني. كنت تكلميهم؟
برجع اوتيل، مش على طول، ما كانش بيوترني اللي هو بعد ماتش تكلميني. لا خالص، كنت استنى عادي على فكره، مش مش عايزك تتكسفي من حاجه زي كده. لا خالص، لا دي حقيقه والله. يعني عادي، يعني الواحد بيطلع من الحلقه يكلم مامته عادي، مفيش مشكله، يعني مش حاجه تكسب. طيب خلينا نتكلم عن حاجه ثانيه. انت رجعتي من الجونيور اولمبي، بدات تشاركي مع فرقه النادي الاهلي بانتظام. طبعا انت مش صعاده للفريق طبعا، الاكبر منك، وساعات بتتمرني مع الفريق الاول برغم انت يعني مش يعني سنك صغير. ودي صور من الكامب، بيتهيألي ده اللي فات ولا اللي كان جونيور؟ ده اللي فات، ده الـ NBA أكاديمي. لا خليني بقى في الـ NBA أكاديمي. الـ NBA أكاديمي عملتي إيه عشان تروحي؟ هم شافوني في الجونيور NBA. تمام. بعديها بسنة على طول، دي تاني سنة ولا على طول؟ دي تاني سنة. فشافوني في الجونيور NBA وكانوا متابعيني يعني، فبعد كده بقى اختاروني، وأنا كنت أصغر واحدة في الكامب ساعتها. طب وهو كان معاكي آية الفقي صح؟ كان معايا آية الفقي ولوجي سامي. على يمينك آية الفقي. واللي وراها هي لوجي سامي. كان مين اللي وراها؟ لوجي سامي بتلعب في الصيد، اللي هي دلوقتي سافرت. بتلعب في الصيد، لوجي سامي. لوجي سامي. ورحتوا الكامب ده كان على طول بقى من مصر لليونايتد ستيت لامريكا على طول، ما رحتوش السنغال؟ لا هو اصلا الكامب ده في السنغال. السنغال يعني هي اصلا اوريدي الام بي اكاديمي كامب بتاعها في السنغال. تمام. طيب رحتي السنغال قعدتوا قد ايه؟ قعدنا برضو اسبوع 10 ايام. لعبتوا ماتشات او حاجه؟ لا هو كان المفروض بيجهزونا برضو علشان نلعب بقى الام بي اكاديمي اول ستار. نلعب بقى لاتين امريكا وال كل القارات بقى. أيوة. طب لعبتوها؟ لا، ما جت كورونا بقى وقعدنا. كورونا طبعا دمرت الدنيا. زعلت انت؟ طيب صراحة. طب لا ان شاء الله خيره. طب قولي لي، بعد ما خلصتوا الام بي اكاديمي ورجعتوا السنه دي، كان المفروض في حاجه بتعملوها ايه؟ كان فيرتشوال بروجرام، بروجرام فردي لكل برنامج بصري. فيجوال بروجرام يعني برنامج بصري او اونلاين بروجرام مثلا، بيقول لك بيبقى عباره عن ايه، احكي لنا. كان احنا اختارونا الاول برضو، طلبوا مننا يعني، هو على الويب سايت ممكن اي حد يريجستر يحط فيديو، يطلب منه الجيلز اللي يعملها علشان يختاروه ويشوفوا. يعني يبعت فيديو ليه يشوفوني انا يعني كويس. اي حد ممكن يعمل كده، وكذا حد من عندنا المنتخب برضو عملوه، بس اللي تاخدنا انا وجوزي وائل وجوناثان السعيد. طبعا عشان انت مارتي عارفيني عارفيني كويس، فخلاص سلكتي وعلى طول فروم فيرست تايم. هما في الاول كانوا بيكلموني وكلمنا فيديو كول الاول يفهموني، وساعد زمايلك اللي هما مش عارفين وفاهميهم ايه اللي بيحصل. وانت سافرت مين اقرب حد ليك هناك في الام بي اي او القصه دي؟ في كوتش على اتصال بيه؟ كانت كوتش استو، اسمها كوتش استو. كانت مسؤوله عن افريكا. امريكيه؟ لا هي من افريكا. السنغال. السنغال، هي سنغاليه اصلا. فهي كانت معايا اوريدي من السنه اللي فاتت، وهي كانت المسؤوله عن افريكا، وكانت اقرب واحده ليا على طول بتكلمني في التمرين. طب يعني طيب رحنا لعبنا اسبوع وبعد كده باظت، رجعنا النهارده السنه دي عملنا الفيرتشوال بروجرام اونلاين. بتعملي ايه بالظبط؟ احكي للناس بقى. بالظبط هو كان كل اسبوع بينزلوا لنا، كل اسبوع كل يوم جمعه في زوم كول. قبل الزوم كول يوم الاربعاء بينزلوا لنا فيديو بروجرام لازم نعمله. بروجرام فيزيكال ولا باسكت؟ فيزيكال. فيزيكال. كانوا لازم احنا بقى نصور نفسنا ونعمل نعمل الجيل. كان بيطلبوا مننا زي ايه؟ زي مثلا كانوا اول اسبوع ده كان بيتكلم معانا، اول اسبوع ما كناش بنعمل خالص يعني، اول اسبوع كان بيتكلم عننا عن الان سي دبل اي، وان احنا يساعدونا ان احنا ان سي دبل اي اللي هو دوري الجامعات. تمام. كانوا بيساعدونا ان احنا نبقى ان شاء الله لما اخلص يعني مدرسه يبقى عندنا كوليدج وناس كلها شايفاه يعني. كذا حد بيقول الفيوتشر بتاعكم المستقبل هيبقى شكله ايه لو انتوا بتفكروا. حلو. بس تاني اسبوع بقى ابتدينا ندخل في الـ في الـ في الـ بقى الجد بقى، ان احنا نشتغل التمارين دي والجيلز. كل اسبوع كان كمان عندنا اب نشتغل عليه، كان ابلكيشن او تطبيق على التليفون. كانوا بينزلوا عليه اسئله واحنا لازم نجاوب يوم الاربعاء. زي ايه؟ زي مثلا زي الكورنر والشورت كورنر. لا ده كان في الام بي اكاديمي السنه اللي فاتت. بس عشان اتكلمت مع ماما وبتاع فعارف الاسئله. انا عايز اقول لك انا ما كنتش اعرف الحاجات دي. يعني اعرفها بالبديهي بس عشان اجاوب يعني ايه كورنر وايه الشورت كورنر. الموضوع كان صعب. معلش انا يعني هو كان السنه اللي فاتت هم فعلا كانوا مش احنا اصلا في الام بي اكاديمي ما كانوش بيخلونا باسكت بس، لا بالعكس. هو كان كنا كل حاجه كانت منتاليتي مختلفه جدا. كمان مبقاش عندها تمارين اللي هي باسكت بس، لا هو كان الاول لما بنصحى لازم تمارين كده معينه علشان نشغل مخنا بطريقه فوقه. بالظبط يعني. قبل التمرين كنا نقعد نسقف ونغني وكده، وكوتش تهايب قوي يعني. فكنا بنفوق قوي قبل التمرين، بعدين كنا بنصحى بدري جدا، وبعد مثلا التمرين نريح وننزل تاني
نلعب بقى، نعمل اللي هي حضرتك عارف اللعب اللي هي بنحط معلقه وبيبقى فيه بيضه ونمشي نلمس الاهلي. طبعا فكل الحاجات دي كانت بص فن. الرياضه متعه، فلو هي مش هتمتعنا بلاها رياضه، انا رايي كده. فهم بيلعبوا معاكم انتوا ما زلتوا اطفال 13 سنه و12 سنه وحتى 14 سنه لسه طفل، فبيلعبوا على الحته دي انهم يحببوكم ان انتوا تيجوا وبتاع، وخاصه انتوا سايبين اسركم والكلام ده. طيب نرجع ليه الفيرتشوال بروجرام. انتوا بتاخدوا قعدتوا اسبوع يكلموكم 8 اسابيع. طب وقت المحاضره كان بيبقى قد ايه؟ حوالي من ساعه لساعه ونص قاعدين، وكل اسبوع بيكلمونا عن حاجه مختلفه. هم كانوا 8 اسابيع البروجرام، 8 اسابيع. بس فكان كل اسبوع كنت بتصوري نفسك وتبعتي اللي انت بتعمليه. بس فكره ان في الوقت ده كنا احنا بقى بنستعد لبطوله افريقيا، كان خلاص ما يبقاش وقت، مش موست اوف ذا تايم مش بيبقى معانا التليفونات خالص، فمش بنعرف. وهم الانبيا اكاديمي كانوا بيقدروا كده كويس قوي يعني، فبالعكس كانوا كمان متابعيننا قوي في البطوله فعلا. كانوا متابعين البطوله اللي فاتت. انا هروح معاكي لبطوله افريقيا اللي فاتت اللي احنا لعبناها. وخلينا نتكلم على البطوله اللي فاتت، حصل حاجه غريبه قوي يا جنى. يعني احنا كسبنا مالي في المجموعه، وطبعا انتوا معاكم جهاز فني محترم جدا جدا من الناس الكفء قوي، كابتن عماد محمود راجل فعلا مدير فني جامد، وهو كان بيسموه الرايق. وده يعني تاريخ كبير كلاعب وايضا كمدير فني. بس عايز اعرف ايه اللي حصل ان احنا كسبنا مالي في المجموعه وبعد كده خسرنا منها في النهائي. بس خليني اعرف ردك بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع ونرجع لبطوله افريقيا للناشئات اللي اتعملت في افريقيا ونعرف تفاصيلها من جنى، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. جنى هجيلك في بطوله افريقيا اللي فاتت. ايه اللي حصل؟ يعني مالي كسبناها وكان كل الناس متوقعه ان انتوا ايزي جيم في الفاينل، ايه اللي حصل؟ هو احنا ممكن كنا عشان كنا فعلا نازلين اول ماتش مالي ده، احنا ما كناش نعرف الفرقه خالص، احنا بس كنا بنشوف الستاتس بتوعهم مع وباقي الفرق الثانيه. تمام. فاحنا كنا نازلين مركزين قوي الماتش ده كانه فعلا ماتش بطوله، بس الحمد لله ربنا وفقنا في لغايه الاخر. يعني كنا في الاول والثاني فارقين، وبعدها الثالث جابونا شويه، بعد كده الحمد لله فرقنا في الرابع. ممكن يكون في اخر ماتش ما كناش مركزين اكتر، يعني في الكريتيكال تايم ما كناش. صور ماتش مالي اربعه بيضربوك يعني اربعه. ممكن كمان في ممكن يكون احنا في الكريتيكال تايم ما كناش مركزين قوي شويه. خسرتوا كام بونت في الفاينل؟ خسرنا 3 بونت. 3 بوينت. يعني الجيم كان قريب جدا يعني. زعلانه كمان هم؟ لا كمان شايفك زعلانه يعني يعني. لا طبعاً، بس استاهلتوا كاس عالم. بس الكاس كان ليه طعم تاني. كنت ليه طعم تاني طبعا. وفكرة ان هم كمان ممكن يكونوا في اخر ماتش في الكاتيكال كانوا متفقين قوي، واحنا ما كناش متفقين. خلي بالك السن ده برضو الدنيا بتبقى يعني ما انتش قادر يعني تقرا. ان شاء الله يعني نعمل حاجه في كاس العالم يعني. ان شاء الله تعملوا حاجه باذن الله. طب خليني اروح معاكي على موضوع كده. انت في فرق كلمتك، هنتكلم بقى على ايه بقى، نخش في المضمون بقى اللي بيحب جمهور النادي الاهلي. في فرق كلموكي عشان تروحي، انت عندك ما كملتيش 16 سنه، نقول 16 سنه. بس مع ذلك في فرق درجه اولى عايزينك تلعبي معاهم درجه اولى، يعني تطلعي اعاره معاهم من النادي الاهلي تروحي تلعبي مع الطيران زي ما عرفت وهليوبلس. ردك كان ايه؟ لا طبعا. ليه؟ نادي الاهلي هتروحي تلعبي درجه اولى؟ لا نادي الاهلي ده هسيب النادي بتاعي واروح نادي تاني. انا نادي الاهلي ما فيش زيه خالص يعني الصراحه. ده النادي بتاعي انا من صغري وانا متربيه في النادي الاهلي، فان انا اصلا يجي على بالي وامشي واسيب النادي. تخيل الفكره؟ لا خالص. حتى لو هليوبلس بابا اللي ماسك اليوم، حتى لو وانا في النادي مش هلعب غير 5 ثواني او whatever، مش فايق لي تايم، بس اهم حاجه ان انا بلعب بفنيه النادي الاهلي. ده شرف كبير قوي ليا يعني. وعرفت قيمه النادي الاهلي لما كبرت كمان. إيه في السن وانا صغيره كنت اللي هو انا بلعب في النادي الاهلي، ايه ده انت بتلعب في النادي الاهلي؟ لا دي حاجه عاديه مش بس فعلا النادي الاهلي غير اي نادي، وفعلا مش متوقعه نفسي تاني يعني بلعب بالتيشيرت تانيه غير بقى لو هسافر غير في الجامعه، بس لغايه دلوقتي انا النادي الاهلي. طب خليني اقول لك انه لما طلعتي في الكامبات بره، حد يعرف النادي الاهلي من الناس؟ يعني قابلتي حد في افريقيا؟ ما انت معاكي 12 لاعيبه في الفريق بتاعك او سنك في الام بي اي اكاديمي او الام بي اي جونيور، كان في حد عارف النادي الاهلي؟ مش قوي، بس اللي عارفين قوي يعني اللي متابعين النادي او كانوا بيلعبوا مثلا في مصر ومشي طبعا كل حد عارف النادي الاهلي، لكن اللي هم ما يعرفوش غير ان احنا من ايجيبت، بس احنا من مصر بس. طب قولي لي يا جنى، يعني انا مش عايز اكبرك يعني، بس هنتكلم خلينا نتكلم على سنك وطموحاتك،
ايه احلامك؟ يعني إيه؟ انا كلاعب وانا صغير كنت اقعد اقول يا رب يا سلام نفسي اشوف نفسي في منتخب مصر، نفسي اشوف نفسي كذا كذا. انت حلمك ايه؟ انا حلمي الاول اهم حاجه يعني ان احنا ان شاء الله لما اتصعد مع فيست تيم ان احنا ان شاء الله ناخد كل البطولات او نحقق حاجه كبيره قوي، وكمان مع فرقتي اهم حاجه يعني ناخد ان شاء الله 3 بطولات، ومع فيست تيم كمان ان شاء الله يعني نعمل حاجه مع يعني اعمل حاجه وابقى اضافه كويسه للفرقه. واكبر حلم طبعا ليا ان انا في يوم من الايام حتى ادخل في ال WNBA درافت يعني. بصي بقى انا عجبني فيكي حاجه يا جانا ما شاء الله عليك، يعني النجاح برضو ما بيتجزأش، النجاح بيبقى باكج كده، شخصيتك بفكرك بكل حاجه. انت قلتي طموحاتك وانت عايزه اول حاجه طموحاتك مع النادي الاهلي، يعني بديتي طموحاتك مع النادي الاهلي على طموحاتك الشخصيه ان انت عايزه تطلعي فيرست تيم وان انت تكسبي، فطبعا انا بهنيك على ده، برافو عليك ان يبقى انت طموحاتك الاساسيه مع النادي الاهلي. ايوه طبعا. وفعلا زي ما بيقولوا دايما الاصيل هو اللي بيفتكر الجميل. أيوة. سواء النادي اللي واقف جنبك يعني. طيب والحلمك الثاني ان انت تروحي WNBA او وومن NBA اللي هو دوري المحترفين الامريكي للسيدات ان شاء الله. ده على المستوى الشخصي بقى ان انا بعد ما احقق احلامي مع النادي الاهلي عايزه، فده تفكير يعني حلو يعني ما شاء الله انت منظمه تفكيرك ده. حد كلمتي مع بابا ماما فيه ولا ده من صغرك هو ده؟ لا انا من صغري انا ما فكرتش في اي حاجه ثانيه غير انا مع النادي الاهلي، حتى من وانا صغيره كان نفسي اسافر وكل حاجه، بس عندي الاول ميشن لازم اخلصها في النادي. مش همشي كده. طب قولي لي انت لما بتصعدي، انا عرفت انت لما بتصعدي بتلعبي احلى كمان بتلعبي في سنك صح؟ ده حقيقه. ليه السبب؟ ما تسالنيش. لا مش السبب قوي، بس ببقى عايزه يعني بيبقى عندي بفش جوايا كده ان انا لازم اموت نفسي اكتر، لازم بيبقى الدافع اكتر، موتيفيشن اكتر. ان انت عايزه تبقي احسن مع طبعا مع سني طبعا وكل حاجه، بس مش دي حاجه بتصعدها. لا يا جماعه. طب الكاس ده ايه بقى؟ ده احسن بوزيشن 3 و4 في البطوله، عشان ده فورورد. احسن فورورد. فاحنا بوزيشن 3 اسمه سمول فورورد، وبوزيشن 4 اسمه باور فورورد. فهو ده فورورد. خدت احسن 3 و4. وهاتوا لنا الصوره يا جماعه اللي مختارينها من بيست 5 اوف افريكا في البطوله اللي فاتت. ده الكاس وهي واقفه مع الاربع لاعبات التانيين. طب انت حاسه ان انت يعني كل ارقامك على الاتحاد الدولي، انت احسن من اللعيبه اللي خدت احسن لعيبه، بس الام في بي او احسن لاعب ياخدوه لازم الفرقه الكسبانه. بالظبط. بس ارقامك كلها حلوه، كلها احسن. زعلت؟ حسيتي ظلمتي؟ لا لا، يعني مش بفكر في نفسي قوي بالذات احنا يعني خسرانين، بس الحمد لله يعني. يعني مش زعلان. يعني اكيد زعلان عشان كان يعني كان نفسي فعلا بجد ناخد اول البطوله، بس الحمد لله. انا قصدي زعلان على مكس على الـ على الـ على الـ اللقب الشخصي ان انت تاخدي ام في بي او احسن لعيبه في البطوله. لا طبعا دي حاجه تشرفني وتشرف مصر يعني، وكمان مش انا الواحد اللي اخدنا دي، احنا الثلاثه، انا ساره اسامه اخذت احسن بوينت جارد، وهنا عبد العال اخذت احسن سنتر، فاحنا الثلاثه ده شرف كبير لينا يعني، احنا نشرف مصر ونبقى في التوب 5. دي الصوره اهي. افضل 5 في 3 من مصر و2 من مالي. وانت اللي في النص. وحضرتك قلتي خدتي بوينت جارد، احسن بوينت جارد من عندنا، واحسن ايه كمان 3 بوينت ولا احسن ايه؟ لا ساره اخذت احسن بوينت جارد، وهنا عبد العال اخذت احسن سنتر، احسن بوزيشن 5، وساره احسن بوزيشن. ما شاء الله انت بتلعبي 3 و4 واطول من بوزيشن 5. وبيلعبوا فين الاثنين؟ دول من مالي، الاثنين من مالي. لا اللي ساره بتلعب هنا، ساره في سبورتنج وهنا الاثنين في سبورتنج. الاثنين في سبورتنج. وانت كنت احسن بوزيشن 3 4 في البطوله. يلا اول كاس ليك اهو ان شاء الله ما يبقاش الاخير باذن الله. كمان فرق معانا ان مالي لعبه 6 ماتشات واحنا لعبنا 5 بس. فده فرق معانا. ومع ذلك انت كنت ما شاء الله ارقامك احسن بكل الافريج يعني، احنا طبعا لو عندنا وقت كنا استعرضنا ارقامك. بس حاجه تشرف يا جانا وربنا يوفقك، انا كنت سعيد بيكي جدا. ربنا يخلي حضرتك، انا اسعد بجد. واتمنى ليكي كل التوفيق، انت حاجه يعني تشرف ومشروع نجمه كبيره باذن الله. ربنا يخلي حضرتك. يعني لما قلنا جوهره ما كناش ما كناش من بالك. نورتيني يا جنى وبشرفتيني. ربنا يخلي حضرتك. ميرسي. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع جوهره كره السله في النادي الاهلي. خليكم فاكرين الاسم ده كويس، كلها سنتين ثلاثه ومش هنعرف نجيبها البرنامج، كلها سنتين ثلاثه وهتقول لنا انا مش موجوده ولما اجي بقى ابقى اجي لكم. لا طبعا جنى، انا بهزر. جنى بنت النادي الاهلي، مش هتتاخر ابدا على قناه النادي الاهلي. بشكركم شكرا جزيلا، تابعونا مع برنامج الابطال وقصص جديده وابطال جداد مع برنامج الابطال. شكرا جزيلا.